عقد وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي جلسة مباحثات لبحث تداعيات التصعيد العسكري في غزة. وخلال اللقاء أكد شكري على ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة والإنقاذ الفوري للمساعدات واحتواء التصعيد وتجنب امتداده لمناطق أخرى. وفي سياق متصل حذر شكري من تداعيات لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على المزيد من التردي للأوضاع الإنسانية، وأكد الآثار المدمرة لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تهجير قصري، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولية إزاء توفير الحماية اللازمة للمدنيين. من جانبه أعرب وزير الخارجية لبريطانيا عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر على كافة المستويات لخفض التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لا سيما تنسيق الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية. كما رحب كليفرلي بمبادرة مصر بالدعوة إلى قمة للسلام، متمنيا لها النجاح في طرح حلول لوقف التصعيد الراهن والتعامل مع المستقبل.